السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنركبوا كرت الشبكة اللي هو تي بي لينك إكسبريس، تمام؟ يمشي مع أجهزة ال اتش بي. توكل على الله، بسم الله. طبعا يجي الكارت هذا مع تو انتنتين، تمام؟ اوكي، هنجي الله نفتح الكيس، تمام؟ نحدد المداخل، نختار هذا، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. نكون دقيق هنا في التركيب، ليش؟ باش ما نخربش المذر بورد. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، فتح هذه الفتوحة. تمام، ما ننسوش نركبه. هذا الانتينة الأولى، تمام، وهذه الانتينة الثانية. طبعا هذا هي الكرت، تعرف تلقائيا لما تقعد ويندوز 10. شكرا لكم.